رسميا محمد صلاح افضل لاعب في الدوري الانجليزي. توج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين. وتنافس مع محمد صلاح على الجائزة كل من ساديو ماني، فيرجيل فان دايك، هاري كين، كيفن دي برون، كريستيانو رونالدو. وتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على أصوات اللاعبين والمحترفين وكذلك الإعلاميين، وتعد أهم تلك الجوائز التي تمنح لأفضل لاعب في البريمليج. وخلت القائمة من اسم الكوري الجنوبي سونغ هون مين جناح فريق توتنهام رغم تسجيله 23 هدفا وتقاسمه جائزة الحذاء الذهبي مع محمد صلاح. وسبق أن توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين وذلك بتصويت الجماهير، فيما فاز البلجيكي كيفن دي برون بالجائزة عن رابطة البريمليج. كما حقق محمد صلاح أمس جائزة لاعب الموسم في ليفربول عن الموسم الماضي، وحقق فيل فودين جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي. وجاء التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي كالآتي: في حراسة المرمى أليسون بيكير، خط الدفاع ألكساندر أرلوند، فيرجين فان دايك، أنطونيو روديجر، جواي كوانسيلو، وسط الملعب كيفن دي برون، تياغو الكانتارا، برناردو سيلفا، الهجوم ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، والنجم الفرعوني محمد صلاح. عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات على الكل ليصلك اشعارات القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.